I'm a jump. Ooh, oi. ما تثبت يلا وابي اللي في جيبك وخليك خفافي خفافي بدل ما خلي تراولي يعمل لك اللي حرام عليكم. يعني ايه يعني ده لسه سبب مرتب الشهر؟ طب لو عايز تعيش الشهر الجاي اقطم وابرز امسكوا والشهر اللي بعده امسك. حرام عليكم عايز اربي عيالي. يعني ايه يعني نزل سلاحك ياض انت وهو اديله محفظته. ايه ده حد طالب بيتزا يا رجاله؟ بيتزا بيتزا يعني ايه يعني ايه؟ يبقى انتوا اللي اخترتوا القبضة القوية. في حاجة يا أمورة؟ الشهر هناك مثبتين راجل غلبان وبيقولوا له هات مرتبك وكمان معاهم سلاح هناك. طب انت لابسه كده ليه يا شاطر؟ شاطر؟ لا انا لابسه كده عشان انا حضرتك بطله خارقه واسمي سوبر ميرو. سوبر يا اختي؟ ميرو يا فندم ميرو. انتوا بتسهروا حاجه ولا ده استظراف ولا ايه؟ لا استظراف ايه يا فندم؟ ما ينفعش اهزر مع حضرتك انا اول مره اشوفك. هذه بطاقتك. بطاقتي؟ يا فندم ما ينفعش اكشف عن شخصيتي الحقيقيه، في قاعده بتقول ان البطل الخارق ما ينفعش يكشف عن شخصيته الحقيقيه. بس القاعده بتاعتنا بقى بتقول ان لما يكون في بطل خارق ممعوز بطاقه بناخده تحري. الحقيقه فين بقولك بطله خارقه؟ شرب ايه يا بنت؟ حضرتك بتشمني ليه؟ يمكن ريحه البدله هي اللي وحشه. يا فندم معلش هو حضرتك ما تعرفش سبايدر مان، كات وومن، الشحات مبروك، سوبر مان، الناس دي ما بتشربش حاجه وما ينفعش اصلا حد يسالهم بطاقتك فين. ده ستروكس. لا يا فندم كروكس حتى ما يمشيش مع البدله مش كروكس. هات معانا يا ابني. ثانيه واحده ماشي اجي معاك فين؟ تيجي معايا للمكان اللي المفروض البطله الخارقه تكون فيه. هات يا ابني. بدريه انت سبت البيت تاني يا بدريه؟ ولا كلمه. هرجعك المصحه تاني يا مريضه. المصحه؟ لا لا المصحه لا. تعرفها؟ اعرفها بنفسي الاول يا باشا. معاك العالم المخترع هدهد فخر العرب ودي اختي يا باشا. وازاي ما حضرتك شايف يا مريضه نفسيا وليها قصه لو حابب احكيها لك بالتفصيل احكيها لك. اختصر. يبقى احكيها واحده واحده. هي حضرتك نزلت تخرج مع خطيبها وخطيبها مش شاب عادي زي باقي الشباب، خطيبها شاب كده روش طحن زي ساموزين كده ليه مود كده معين في الخروجات ما بحبش كده. حاضر يا باشا انا قلت التفصيل يعني هيفرق مع حضرتك في التحقيق. هختصر. المهم اول ما دخلوا هو ما كانش مهذب، ما كانش لابس لبس كده، بس قال لك ايه مهذب في حته ثانيه، بيحب يرقص هو شي تشا تشا والحاجات بتاعت الحفلات الحاجات دي. اللهم طولك يا رب. انا اسف. اخش على المهم وهو بيرقص. اخش لك على المهم وهو بيرقص كده يا باشا مسك حبل صدفه بيشد الحبل. الحبل ده مربوط بنجفه شمعدان كلاسيك قديمه، لا الحاجات المذهبه الاصيله مش النجف الجديد. ما تخلص بقى يا ابني. انا بقول لك ايه عشان عايز تجهز تعرف الفرق بين النجف الجديد. المهم يا باشا شد النجفه وقعت. الحمد لله ما جاتش فيه، بس في شظيه طارت منها جت في رقبته مات. وهي من ساعتها وهي بتعيط وعلى نغمه واحده. فينك يا مندور حبيبي؟ يا مندور مندور انت فين يا مندور؟ لا اله الا الله. طيب يلا خدها على البيت. تعالي يا بدريه هجوزك مندور. تعالي يا بدريه. طب اسلم على الظابط. باي باي. مع السلامه. في شبه من مندور. مندور يا اسفين ستك. يلا يا ابني خدها بقى وامشي. حاضر. مندور انت فين يا مندور؟ انت فين؟ اسمع روح شوف ايه حكايه الراجل الغلبان اللي بياخدوا منه مرتبه ده. عرفت ازاي الاسم مندور؟